كده كويس. تحياتنا لحضرتك، كل سنه وانت طيب. بس خد بالك بقى من البلح يا استاذ جمال، عشان البلح الجزائري حلو شويه هناك. والله الفطار كله كان بلح النهارده يا كابتن وفيق. استاذ جمال قول لي، يعني الحقيقه الاخبار اللي بتجي لنا ان الحمد لله الاستقبال كان طيب جدا وما فيش اي مشاكل وزي ما كنا متوقعين، بتهيألي انت حضرتك كنت متوقع الكلام ده برضه. والله يا كابتن نادر الاستقبال النهارده الحقيقه يعني الامانه كان اكثر من رائع، وكان فيه محمد حناشي رئيس نادي شبيبه القبائل ونائبه، وكان نائب رئيس الاتحاد الكره الجزائري، وكان في سفير مصر عبد العزيز في النصر والسفاره المصريه كلها، وحج اعلان الجيل كان منتظر النادي الاهلي في مطار هوارب المدن، وجماهير غفيره جدا، كان في ورود وكان في يعني حاجات كويسه جدا واستقبال وترحاب وحفاوه. كان استقبال حي اكثر من رائع للاهلي النهارده في الجزائر، بيعبر عن العلاقه الحساسيه بين الشعبين الشقيقين. استاذ جمال، يمكن انا عارف انك قد ايه انت قربك من اللاعبين، ودايما بيدور حوار ما بينك وما بين اللعيبه في الطياره، يعني الحوار اللي دار وانتم مسافرين في الطياره ده كان اكتره عن ايه؟ والله الحقيقه كابتن نادر هو درس حوارات كتيره جدا، انما الحقيقه كان الحوار الاكبر مع كابتن محمد ابو تريكه، وهو كان على الطياره بياكد لي ان انت هتشوف استقبال ما حصلش يمكن للشعب الجزائري، وقال لي ان انا جيت هنا ثلاث اربع مرات وعمري ما حسيت ان انا غريب، وحسيت ان الجزائر المره دي هتغير كل الفكر، وهيبقى فعلا في نقطه انطلاقه في العلاقه الجديده، وتبقى سحابه صيف ومرت على العلاقه بين الشعبين الشقيقين يعني. كابتن حسن حمدي موجود في رئاسه البعثه، يمكن كابتن حسن دايما الحقيقه بيبقى موجود في المواقف الصعبه، هو مش ما بقاش يعني الحقيقه في وقت من الاوقات موجود في مؤازره ومسانده الفرقه، يمكن مواقف كتيره شفناها في نهائي افريقيا في تونس وفي نهائي افريقيا في نيجيريا الاخير، يعني تفسروا بايه وجود كابتن حسن كرئيس للبعثه في الجزائر؟ والله دي عاده الكابتن حسن، وعارف كل المسؤولين في النادي الاهلي عندهم تقدير وعندهم بعد نظر وعندهم تقدير لاهميه الحدث ونظرا لاهميه الحدث. بالفعل كابتن حسن ترأس البعثه بنفسه، وكان مردود ايجابي كبير جدا على كل المستويات هنا وجود الكابتن حسن على راس البعثه، وكان الاستقبال برضه كان رفيع المستوى، والحقيقه كان له اثر ايجابي برضه على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، وهم بيتفائلوا بطبيعه الحال بوجود الكابتن حسن على راس البعثه، وان شاء الله يكون وجوده البعثه ترجع غانمه ان شاء الله ويحقق المكسب باذن الله يا كابتن. من المطار مباشره على تيزي اوزو، يعني 120 كيلو، الامور كانت سهله والانتقال كان سهل ولا كان في اي صعوبات فيها؟ والله للامانه الامور كانت كلها مرتبه تماما، يعني كان في باص مخصص للفريق، وكان في سياره مخصصه للكابتن حسن حمدي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره مرافق البعثه، وكان في باص خاص للاعلاميين، والمساله استغرقت تقريبا حوالي ساعه وربع او ساعه وثلث وصلنا في وجوده، والفريق دلوقتي حاليا كابتن نادر بيتمرن اول مرانه على ملعب اول نوفمبر، الملعب اللي هو هتقام عليه المباراه. الفطار النهارده كان فطار خفيف جدا، يعني كان تمر وحاجات خفيفه كده وشرب وحاجات كده، على اعتبار ان الفرقه هيبقى في فطار بعد مران النهارده ان شاء الله باذن الله. استاذ جمال، يمكن يعني اول ما نزلته كان في استقبال اعلامي، يعني كان في صحافه، كان في تلفزيون جزائري لو كان موجود، وفي نفس الوقت كمان ابرز التصريحات اللي اتقالت ايه او اتكلموا فيها؟ التصريحات الاعلاميه والاستقبال الاعلامي سواء صحافه او تلفزيون في الجزائر، هل تمت في المطار ولا اجلوا اللقاءات لبعد وصول تيزي اوزو؟ والله كل حاجه تمت على مرام كابتن نادر، والنبره هذه المره نبره مختلفه تماما، في رغبه اكيده من الجانبين الاعلام المصري والاعلام الجزائري على توطيد العلاقات وعلى اعاده الامور الى نصابها الطبيعي، حتى احنا طلعنا الصحف الجزائريه اللي موجوده النهارده بمجرد وجود وصولنا النهارده، الامور كانت على مرام والتصريحات كلها عقلانيه وطيبه وكلها بتنادي ان المباراه تخرج معبره عن العلاقه الوطيده بين الشعبين الشقيقين يعني. استاذ جمال، يعني هل في بوادر في التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي يعني، ولا لسه كابتن حسام بدري ما حطش التشكيل بنسبه 100%؟ والله زي ما حضرتك عارف يا كابتن نادر، الكابتن حسام اتصحب 22 لعيب معاه باستثناء فرنسا اللي محتاج 10 ايام طبعا تاهيل، ومحمد فضل عندنا لسه موقف شهاب احمد متحدد النهارده، هو بيأدي مران خفيف النهارده، انت عارف ان هو عنده شد في العضله الضامه، كنت سالت الكابتن حسام البدري قبل التمرين قال لي ممكن النهارده نحدد موقفه، ايضا بالنسبه لاحمد شكري بيعاني من اجهاد في الحوض برضه موقفه يحدد النهارده، وكنت انا شايف ان البوادر ايجابيه بالنسبه لشهاب احمد على وجه التحديد ان هو بيأدي بقوه، وممكن ان شاء الله يكون له دور في مباراه يوم الاحد ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. استاذ جمال جبر بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بالتاكيد هنكون على تواصل معاك عشان نعرف اخر الاخبار.